عدنا مشاهدينا إلى القسم الأخير من صباح النور، ولا زالت هبة منورتنا. هبة معنا طبعا. دخلت عالم التحكيم عام 2011 بعد مسيرة رياضية كحارسة مرمى، ونالت عام 2015 شارة التحكيم الدولي من الفيفا. نعم، وهي أول حكمة تونسية تدير نهائي منافسات الدوري التونسي، هي أول حكمة عربية وإفريقية، وهي معنا مباشرة من تونس. أهلا بك درصاف القنواطي. صباح النور، كيفك اليوم؟ صباح، شحوالك؟ الحمد لله بخير. يعني بداية خلينا نتعرف عليك أكثر في هذا التقرير من أنا العربي. يعني درصاف، كان تقرير جميل عنك. أنت كامرأة، ما الذي أغراك للدخول في عالم تحكيم كرة القدم الذي يحتكره الرجال غالبا؟ والله هو من الأول معناتها ما كانش موجود الإغراء. معناتها دخلت كتكوين، حبيت نشوف معناتها التحكيم كيفاش يكون. الحق لقيته محتكر برشا من الرجال. كي لقيته محتكر من الرجال برشا، قلت علاش ليه معناتها ما خليوش كاميرا، معناتها علاش ما خليش البصمه نتاعي معناتها في الميدان هذا. وذاك علاش اصريت اني باش نكمل فيه الميدان ونخلي لونبرانت نتاعي فيه، هذاك لا اكثر لا اقل. نعم، انت ادرتي مباراه الترجي والنادي البنزرتي في الجوله الختاميه للدوري التونسي الممتاز للرجال. كيف تقيمين هذه التجربة الممتازة وهل المميزة طبعا، وهل تعرضت لأي شكل من أشكال التنمر؟ هي كتجربة، هي تجربة فريدة من نوعها، تجربة ممتازة جدا أنه تكون مرأة حكمة تونسية، هي أول حكمة تدير رابطة محترفة الأولى. بالنسبة للتجربة هذه كنت ننتظرها عندي برشا، جات الفرصة نتاعي المرة هذه باش نكون أنا الممثلة الحكمة معناتها في الدوري الممتاز. الحق نتاع ربي من الأول كان عندي شوية تراك وخوف، أما بعد كي كملت المباراة وشفت معناتها الأجواء البرة والناس شنية تقول والإعلام، عرفت لأنه التجربة كانت ناجحة بامتياز، والحمد لله يا ربي معناتها. نعم، إن شاء الله دائما بالتوفيق. يعني بهمني بس تجاوبني على سؤالي كمان تاني. هل تعرضت لأي نوع من أنواع السخرية أو التنمر بكل صراحة؟ شوية لقيت شوية سخرية أكيد من كي نشوف المواقع التواصل الاجتماعي من الجماهير، يعني انه كيفاش باش تكون مرأة متواجدة في 22 رجل، كيف ستفرض نفسها، كيف ستكون قراراتها، معناتها انه هما بالنسبه لهم هما الميدان هذا ليس مكان له للمراه، انما ميدان هذا للرجال فقط. نعم، انه المراه تكون قادره على معناتها تحكيم مباريات نساء فقط. نعم، طيب اذا بدنا نعرف الصعوبات اللي بتواجهها الحكمات والحكمات المساعدات بارض الملعب، ان كان تجاه اللاعبين ايضا او الجمهور، يعني تحدثتي عن الجمهور ولكن اخبريني بالنسبه للاعبين.
أكيد إنه اللاعب هو أول حاجة يقوم بها هو يشوف شخصية الحكم، معناتها يشوف إسك الحكم هذا متمكن، الحكم هذا فرض وجوده في الملعب ولا لا. لفات إنه القرار متاعك لول ويكون صحيح، والقرار متاعك معناتها لا تراجع فيه، وتكون عندك أسلوب الردع، معناتها باش تكون تقول له اللي أنت متواجدة هنا كحكم باش معناتها تطبق القانون لا أكثر أقل. بالنسبة لي أنا المرأة أو الرجل ليس هناك فرق. بالنسبة للاعبين في تونس ما لقيتش مشكلة، على خاطر نحن متعودين البنات نحكموا في الأدوار الأخرى. التجربة الجديدة أنه نكون في الدور الممتاز، بينما في الرابطة المحترفة الثانية ولا الثالثة نحن متعودين أن نحكموا. نعم. حتى الذين رفعتي والجمهور ما قلت لك أنا بالنسبة لي أنا حكم مع نعم يعني بالنسبة للاعبين حتى الذين رفعتي البطاقات الصفراء في وجههم لم يكن لديهم أي مشكلة معك، وأنت اليوم تلبسين أصفر يمكن تتذكريهم بالموضوع. بالنسبة معناتها الورقة الصفراء أو الحمراء، أنا نطبق الورقة الصفراء مش معناتها للتخويف أو للردع، لا لا، أنا نطبق القانون في الورقات، معناتها اللي هو يكون ينقد القرارات متاعي ولا ما يعجبوش القرار متاعي بتكرار الوقت هذاك باش أنا نعطيه الورقة صفراء، وإلا مخالفة تستوجب الإنذار، ما باش نعطي ورقة صفراء هكاك لا. نعم صحيح. طيب بالنسبة للاحتضان، أخبريني هل لمستي الدعم والاحتضان من الجمهور التونسي والإفريقي لك خلال تحكيمك للمباريات؟ لقيت برشا دعم الأمانة، معناتها صفغي أنه فما فئة مش برشا أن هي كانت ضد معناتها التعيين هذا، أما المجموعة معناتها من المجتمع معناتها كسوى الرياضي وإلا المجتمع المش رياضي، لقيت دعم كبير خصوصا من النساء، أني نشوف النساء معناتها فرحانة بالمكان اللي وصلت لها المرأة، معناتها اللي هي ولت موجودة ومتواجدة في أي ميدان، جل الميادين متواجدة فيهم المرأة، والدعم هذايا زاد أعطاني معناتها شجاعة باش نكون ندير المباراة هذه بامتياز. نعم. واليوم درصاف ما طموحك؟ يعني ما المباراة التي يمكن أن تكون حلما بالنسبة إليك لتكوني حكمتها؟ والله بالنسبة للطموح هي هذه التجربة الأولى، ماذا بينا التجربة هذه معناتها تتعاد في الموسم القادم، نكون متواجدين رسميا في الرابطة المحترفة الأولى. والمباراة الحلم هي المباراة أكيد هي دربي العاصمة ما بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الإفريقي. يعني إن شاء الله تتحقق كل أحلامك، الحكمة الدولية التونسية درصاف القراطي، كل التوفيق لك، كنت معنا مباشرة من تونس.